تليفون حدايا. اذا اهلا وسهلا متتبعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشره من جماعه بني منصور التابعه لاقليم شفشاون بطبيعه الحال. فنحن كنتواجدوا لحضور دوري احمر في نسخته الثالثه هنا مباشره من ملعب احمر بطبيعه الحال. فالنسخه هذه الدوره الثالثه فهي كتشهد يعني كما قلنا فهي كتشهد وصول فريقين للنهاية هما شباب الواديين التابعين لجامعة بني سلمان وجمعية السلام بوتليغا اللي كتنتمي لجامعة بني منصور. كما قلنا فهاد الدورة الثالثة هي اللي كتنظم تحت شعار الرياضة أخلاق وتسامح بطبيعة الحال. فهاد الدوري شاركوا فيه 16 فريق اللي تنافسوا على لين لقب هذا الدوري طبيعة الحال. فالجهة المنظمة هي جمعية أنيمات للتنمية والتواصل طبيعة الحال. فهذه المباراة النهائية ستشهد حضور مجموعة من ممثلي السلطات المحلية رئيس دائرات المنطقة وقائد قيادة بني منصور وكذلك بني سلمان بالإضافة إلى رئيس المجلس الإقليمي وبرلمانيين عن المنطقة وكذلك رئيس جماعة بني منصور ورئيس جماعة بني سلمان وباقي المنتخبون. اذا كما كتابعوا متابعي قناه شوف تيفي فمجموعه من المناصرين ديال الفريقين فهم بداو كيتوافدوا على الملعب قبل بدايه صافره النهايه. اذا نتمنوا ان الروح الرياضيه تسود بين الفريقين داخل رقعه الميدان وكذلك بين الجماهير الحاضره طبيعه الحال. فاحنا كنتمنوا اننا نشاهدوا عرس كروي جميل لا داخل رقعه الميدان وكذلك بين جماهير الفريقين اللي تاهلوا لمباراة النهاية هنا بدوري أحمر في نسخته الثالثة بطبيعة الحال. فشعار الدوري هو الرياضة تسامح وبغينا التسامح أنه يسود خلال هذا اللقاء. بطبيعة الحال كما كتابعوا تتبعي قناة شوف تيفي فالشاحنة كتقوم برش المياه فوق أرضية الملعب قبل بداية المقابلة وكما قلنا فكنتمنوا أننا نشاهدوا مقابلة يعني ويتمتع من خلال هذا الجمهور العريض اللي حج للملعب لمتابعة هذا اللقاء. طبيعة الحال فكل الطرق اليوم تؤدي إلى ملعب أحمر ونحن في الطريق قبل الوصول إلى الملعب فمجموعة من الشباب والشيوخ والأطفال فهم يعني ماجين في الطريق كيقصدوا الملعب لحضور هذا النهائي. طبيعة الحال فهذا النهائي هو الثالث أو في نسخته الثالثة كما قلنا فهو دوري ناجح بامتياز وطبيعة الحال فهي رسالة للمسؤولين عن جماعة بني منصور وكذلك بإقليم شفشاون أن مثل هذه الجماعة بغينا نشوفوا فيها ملعب ديال القرب
شأنه شأن باقي الجماعات اللي عندها ملاعب ديال القرب وفيها عشب اصطناعي، فلما لا نشاهدوا مستقبلا هذا الملعب انه يحظى بشي مبادره ديال التنميه البشريه وتشملوا كذلك الاصلاحات، ولما لا تكون عنده حتى هو ارضيه ديال العشب الاصطناعي. اذا متتبعي قناه شوف تي في، فغادي نحاولوا ان نقربكم اكثر من هذا الدوري او نهايه هذا الدوري من خلال مجموعه من المباشرات. اذا بقوا معنا في مباشرين اخر. اذا متتبعي قناه شوف تي في، الى هنا ننهي هذا البث الى بث اخر، ملي غادي تبدا بطبيعه الحال المقابله وحتى النهايه، وغادي نحاولوا اننا نغطيو كل صغيره وكبيره بخصوص المباراه النهائيه. وكما كتشاهدوا فاللجنه المنظمه فهي منذ الصباح الباكر وهي كتسهر على عمليه التنظيم لانجاح هذه المباراه النهائيه بطبيعه الحال. ف هذا الدوري من تنظيم جمعيه انيمات للتنميه والتواصل، فهم مشكورون على كل المجهودات التي يقومون بها لإنجاح المباراة النهائية، واللي كما قلنا فاحنا كنتمنوا أن الروح الرياضية هي اللي تطبع لا داخل الملعب ولا كذلك خارج الملعب، وبطبيعة الحال فالفائز الأول والأخير هي الروح الرياضية. وكنتمنوا بطبيعة الحال من اللاعبين أنهم يقدموا شي طبق كروي جميل يليق بهذا الدوري، ولما لا يتم تسويق هذا الدوري، خصوصا وأن احنا كنعرفوا بأن قناة شوف تي في هي قناة الشعب، قناة اللي منفتحة على الكل بطبيعة الحال. فاليوم واخا قطعنا مسافات طويلة، فاحنا لبينا الرغبة جمعية أنيمات اللي طلبت منا أننا نغطيو هذه المباراة النهائية بطبيعة الحال. فاحنا ما بخلناش واليوم احنا حاضرين، ولما لا من خلال هذه المباراة النهائية نقدروا نكتشفوا مواهب كروية. وحنا كنعرفوا أن هذه الدوريات اللي كتنظم هنا بالجماعات اللي كتنتمي لإقليم الشاون، فغالبا كتكون الفرجة حاضرة وكذلك كتكون الموهبة حاضرة في مثل هذه المباراة النهائية. إذا متتبعي قناة شوف تي في كما قلت، غادي نقربكم من كل صغيره وكبيره بخصوص هذه المباراه النهائيه. اذا متتبعي قناه شوف تي في، الى هنا ننهي هذا البث والى بث اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.